مقدمة وعلى المركز الأول الحذر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث مياس مبارك بن راشد بن علي الشامسي. هناك شعار بمفتاح ووصل هنا البدع، وصل البدع لمبارك بن خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيلي، من انطلق هنا بالتحديات وبالإثارة. هناك الوصول في هذه اللحظات، وصل هنا أيضا بانطلاقته هنا في هذه اللحظات المناضل لحمد بن محمد بن مسعد الربيعي، من ينطلق في هذه اللحظات والتحديات الجميلة. هناك في هذا الأداء وصل هناك أيضا مناور خليفة بن سيف بن عبد الله المنصوري، هنا أيضا بن عفرة من ينطلق بالتحديات الجميلة. هناك من الجانب الآخر الوصول من مشهور صالح بن علي بن حسن الكربي وحشيم محمد بن خليفة بن حمد الغيلاني، من ينطلق بتحدياته على ثامن المراكز. المركز التاسع شرط لسعيد بن حربي بطشة العامري، وعلى المركز العاشر كحيلان ياتي لحمد بن علي بن عبيد بن رشيد لقتبي، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، ها هي الأسماء المنطلقة للعشرة الأسماء الأولى في مسيرتها وتحدياتها. هناك أسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا قادمة بالإثارة وبالتحديات المتميزة، ولكن الصدارة والمقدمة مع مبعد لسهيل بن عويضة بن سهيل لقيلي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مناضل حمد بن محمد بن مسعد الربيعي منطلقا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث البدع هناك ينطلق على ثالث المراكز خليفة بن مبارك بن خليفة بن زاهرة الخيلي، من يأتينا على المركز الثالث. بينما المركز الرابع حشيم محمد بن خليفة بن حمد الغيلاني على المركز الرابع. وخامس مراكزنا المركز الخامس مشهور صالح بن علي بن حسين الكربي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس يأتي الحذر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ووصل كحيلان حمد بن علي بن عبيد بن رشيد لقتبي قادم. ومن الجانب الآخر شرط أيضا يتسلل من الثامن إلى المركز السابع إلى السادس في هذه اللحظات، شرط لسهيل بن حربي بن طشة العامري. المركز التاسع محبوب مبارك بن عبد الله بن عيد بن هادوم لقتبي، والمركز العاشر هناك المنطلق في هذه اللحظات مياس مبارك بن راهد بن علي بن مفتاح الشامسي. هذه هي النتيجة، ها هي النتيجة للمراكز الأولى. الكيلومتر الأخير والصدارة والمقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوط المنطلق بالتحدي الجميل. الله، ثنائية ثنائية ثنائية، ولكن أرى ما أرى، أرى الشعارات القادمة. يسلم حشيم محمد بن خليفة بن حمد الغيلاني من غير على الصدارة، شرط في المركز الثاني، شرط سعيد بن حربي بطشة العامري من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث وصل محبوب مبارك بن عبد الله بن عيد بن هادوم لقتبي، من يأتينا في هذه اللحظات على المركز الثالث. يا سلام، الله، تحدي مميز جميل. يا سلام لمن الفوز، لمن الناموس بطشة مع شرطنا من على الصدارة سعيد بن حربي بطشة العامري. ولكن هنا 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 محبوب مبارك بن عبد الله بن عيد بن هادوم لقتبي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، معلن الفوز معلن الناموس. ها هو تشاهدون على الصدارة على المركز الأول محبوب إذن على صدارة هذا الشوط مبارك بن عبد الله بن عيد بن هادوم لقتبي. سلام للشويب، سلام للشويب على هذا الأداء المميز الجميل. هنا ولحظة الوصول مركز ثاني شرط، هناك من وصل للسعيد بن حربي بطشة العامري، واهتم الغشمري للسلطان بن حمد بن نصري الشامسي، ووصول من شاء هناك
حشيم لمحمد بن خليفة بن حمد الغيلاني، وهناك مشهور صالح بن علي بن حسين القربي، فناتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق المميز الجميل. ها هي لحظة وصوله هنا، إذا محبوب بانطلاقته وتحدياته الجميلة، تهانينا والناموس بست دقائق ثلاث ثواني جزئين من الثانية، تهانينا على فوز محبوب المبارك بن عبد الله بن عيد بن هادوم الاكتبي على هذا الفوز، والسلامات نتجهز لأهالي الشويب. المركز الثاني كان من نصيب شرط هنا لسعيد بن حربي بالطشة العامري بست دقائق ثلاث ثواني سبعا من الأجزاء من الثانية، توقيت الزمني بينما الغشمري من فاجعنا هنا في الأمتار الأخيرة وانتزع المركز الثاني، وقدومه مميز ما شاء الله، ست دقائق ثلاث ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية، فاجعنا في الأمتار الأخيرة لسلطان بن حمد بن الأصري الشامسي، أهل التهنية على هذا الفوز بثالث المراكز، وهردرك القادم أفضل يا بن الأصري. ها هي الانطلاقات مشاهدينا الكرام، انطلاقة